احنا شباب من نقعد ناكل تشوفنا انسان طبيعي ما اتصنع انه اكل والله هيك. انا بالنسبه لي طريقه اكلي بالبيت وخارج البيت نفسها، يعني بالنسبه للويد انا اشوف مرات ياكلون بطريقه أسوأ من البيت، بس على مود لفت الانتباه لا اكثر ولا اقل. بنات هيك ياكلون بالاماكن العامه وانما بالبيت؟ يعني هم شوية أهدى من عندنا، هي لازم تكون أنيقة وتشي. الولد بمجتمعنا إنه ما أخذ فكرة إنه خلاص إنه أي شيء يسويه هو حر. أكو شباب أكلهم طبيعي، البنية هي اللي تختلف. بس أنا أقول هذا الأمر طبيعي، البنية بطبيعتها هي عندها تحرجات من المجتمع وأنت تعرف مجتمعنا. مجتمع شرقي. كل العراق.